تعبتي خبرك اقف مكان خليش هاي اول اول وحده بيهم انسحبت 5% من الجائزه راحت رمضان كريم هاي الثانيه اه من يا محافظه تكون من بغداد بشرف بكم اهلا وسهلا بكم وعلى راسنا الاديالي شكرا بس مو من ضمنهم انت على صفحه انسحبتي من البدايه رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله اسمك. على عراقيين اجمعين اسمك مها حلو مها رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين ليش؟ مباشر خلي لا بالعكس لا لا انا ما اشارك بالبرنامج انت تريدين العين مال يمك اليوم اي اي انت يوم تريدين رمضان كريم وسبونج بوب بس اعطيني اياها هذا شنو هذا؟ سبونج بوب هاي شنو؟ مسميني هذا شنو؟ ليش شايلته؟ اي هو بحجة الزهر وانت لازم تلعب اول شيء قولي لي اسمك الهام امن ام فهد ام فهد وين فهد؟ هذا فهد؟ الله يحفظه الله يسلمك ايش قد عمره فهد؟ سنتين صايم مو اليوم؟ ايه رأسا اشتغل اشتغل الصدق ويا من نبدي اول شيء ويا انتم كيف اليوم تريدين نضل يمك ما نروح اليوم ما صايمة اليوم؟ صايمة ان شاء الله شلون يوم الصيام؟ والله الحمد لله اوكي وانتم كلكم خوات لو؟ كنا خوات ومرت اخوي مرت انت المظلومه بيناتهم بعد اخوك الله يعينك الله يعين انا اقول شايلين نفاخ سبونج بوب اقول من الضيم لا ابنها من الضيم كل ما ضوج يطلقها مزحقيها من اللي يطبخ بيكم؟ والله كنا نطبخ كنا نشتغل والله هاي وصفني كانها ولا وحده تطبخ لا 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 هو يعني احنا مسؤولين عنها كنا تقدرت؟ اي متقدرت كنا نشتغل حكت اوف حكت اليوم مسلب لك اذا ما تحكي ما اعرفك انت تطبخين؟ اي لا تظلي طبخين نفسك طبعا كنا اطيب شيء تطبخين شنو؟ اشكال ايش تريدين اطبخ؟ هو انسان قايل لك تطبخين انت شو تطبخين وما اطيب شيء؟ اطبخ اشكال يعني شو اريد انا اطبخها؟ هو ما طول اشكال هو ما طول اشكال اطبخ لهم تشريب اطبخ لهم برياني اسوي لهم اشكال النفخ مستمر لا 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 برياني اسوي لهم واسوي لهم تشريب واسوي لهم صحيح هذا الحكي؟ اوكي صحيح؟ بعد منو اطيب وحده بيكم تطبخ؟ والله انا اسوي تبسي البرياني اي انت اختصاصك تبسي اي انت داره وجهك اختصاصك شنو؟ كل شيء انا اسوي شو لا لازم كل شيء يعني كل شيء نعرفه انا كل شيء نعرفه تعال تعال حكيت اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله انا اسوي مقلوبه دولمه كل شيء اسوي مقلوبه دولمه شنو المقلوبه؟ ليش ما تعرف؟ قدرت قلبي شنو؟ ما ماكل على المقلوبه غير بصراحه شنو؟ لا لا لو اسويها ونجيب ياكم خلي حلس بس طبخي خواتش شلون يوم الصيام عليك؟ انا ما اصوم خليك لا تخليك على صف خليك هيك احسن اليوم الصيام كان زين؟ الحمد لله صايمه مو؟ نعم طبعا اطيب شيء على الفطور اكلتي شنو؟ من ايدك لو من ايدك بس مي صارت بيها؟ مثلا شوربه يعني اي قولي شوربه اكلت اي طبعا انا اكلت شوربه واكلت مقلوبه اليوم مقلوبه يعني هاي العائله عائله ابو مقلوبه لا هو احنا اليوم سوينا مقلوبه ها انت انت ايش قد عمرك؟ انا 20 اول سنه صمتي ايش وقت؟ بالابتدائية يمكن بالثاني يعني ثاني وكملتيها لو؟ اي كملت من ثاني ابتدائي؟ اي مستمرة؟ اي الحمد لله شفتي منطار؟ لا والله يسأل أهلي صدق؟ اي لا هو بالثاني ابتدائي الواحد تعلم يصوم نص النهار ايه؟ وشوية شوية تدريجيا لما يكبر لا ما الواحد لما يكبر ما يقدر يصوم اليوم كله اكيد ما راح تخلص خلينا ننتقل لأم سبونج بوب انت عايشه وياهم مو؟ اي طبعا شلون وضعك ويا العائله؟ الحمد لله زين ان شاء الله قبل الزواج احسن لو بعد الزواج؟ لا والله يعني بعد الزواج هم زين يعني والله ايش تحكين هذا يبين هذا يطق من وحده من واحد يكذب يطق اقول لك بصراحه لا الحمد لله مرتاحه لان هم مو غريبين بيت خالتي يعني زيتنا في دقينا هاي على قولة المصريين اي يعني بيت خالتي يعني عادي لا ما طرهيك احنا جبنا طار المصريين اكو مثل مصري يقول جبتك يا عبد المعز تعني شو اسمه هو؟ المعز انا قمت اوقع صعايده وياهم على الواس جبتك يا عبد المعز